تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل والجو الجميل اللي برا. صباح عليكم الخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في البداية أرحب بالطاقم الموجود معاي اليوم في الإخراج، معي عيسى سبيل، في التنسيق عندي أم خليفة ميرا الخفلي. صباحكم الله بالخير طاقم الجميل، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، راح أكون معاكم إن شاء الله اليوم على مدى تقريبا ساعة على الهواء، نتناقش فيها في مواضيع طبية تهمكم، أسئلة طبية، مواضيع جديدة، آخر أخبار هيئة الصحة، نسمع لكم عندكم أي اقتراح، أي ملاحظة، أي شكوى، أي شكر حبيت توجهه لأي شخص. فبذكركم بأرقام التواصل عشان تتواصلون معاي خلال هذه الساعة الإذاعية، أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. فإذا عندكم أي شيء حابين تشاركونا معنا ومع هيئة الصحة بدبي، كل خطوطنا مفتوحة لكم، تواصلوا معنا وإن شاء الله. حتى لو عندكم سؤال طبي، كثير من الأسئلة الطبية اللي تطرح ترى في صحة وسعادة تفيد شريحة كبيرة من الناس، لأن أنا دائما أقول لما أقعد في العيادة فأنا أنصح مريض واحد، لكن أو أجاوب على استفسار مريض واحد، لما نكون على الهواء فشريحة كبيرة من الناس تسمع للبرنامج، بالتالي تعم الفائدة، خصوصا في المواضيع الأكثر الأكثر سخونة مثل ما يقولون، أو اللي عليها طلب أكثر من غيرها. فلا تبخلون علينا بتواصلكم ومشاركاتكم، لأن في النهاية هذا البرنامج هو برنامجكم. إحنا رح نبتدي الحين برنامجنا في فقرة التغذية، إذا كانت جاهزة أوكي رح ناخذ فقرة تغذوية عودتوا عليها دائما. اليوم رح نتكلم عن موضوع جدا جميل وأنا أحبه، اللي هو عن زيت الزيتون وأهميته. رح تتكلم معنا عن هالموضوع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة نجلة درويش. يا صباح الورد يا نجلة. يا صباح النور دكتورة، هلا فيك حبيبتي، شخبارك؟ الله يسلمك الحمد لله. نتكلم اليوم عن زيت الزيتون وفوائده، واهم شيء الناس وايد الفكره الخاطئه عندها ان ما دام زيت زيتون خليك كريمه، صبي كثر ما تقدرين لان زيت زيتون صحي، فخلينا نصحح لهم هالافكار ونعطيهم نبذه عن اهميه زيت الزيتون. اكيد تعرفين دكتوره، يعني هي لما استعمالها ذكرت بالقران الكريم، يعني لو ما لها فوائد يعني المفروض الناس كلها تعرف فوائد زيت الزيتون والثمره هاي، شو اهميه السائل الذهبي هذا. طبعا مثل ما تعرفين او مثل ما يعرفون المستمعين كلهم ان لها وايد فوائد، من فوائدها ان دائما احنا يومينا حتى مرضى القلب ننصحهم ان لازم تدخلون زيت الزيتون بطعامكم. يعني يقولون شو الطريقه، يعني هم يروح في مفهومهم انه ممكن يطبخون فيه، بس نحن دائما نقول لهم لا تطبخون فيه بدرجات حرارة عالية، خلي تأكسد. كل ما كان زيت الزيتون درجة حرارة الغرفة بدرجة زينة ينحط على السلطة، ينضاف على السلطة، كل ما كان أفضل، أو حتى أي إضافات أخرى ممكن يستخدمون فيها زيت الزيتون. طبعا من فوائدها أنه يقلل زيت الزيتون مستوى الكوليسترول، وجدا هام أنه يمنع التجلطات اللي تصاب بشرايين، كذلك يحاول أنه يحد من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية وبالذات لدى كبار السن. بعد يقلل من ضغط الدم، كثير من الأبحاث أثبتت أن زيت الزيتون يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم بشكل عام، يساعد كذلك أنه يعني غير هاي فوائده اللي في الأكل، حتى ممكن تستخدم للأشياء الخارجية مثل البشرة، الشعر، حتى المرضى المفاصل دائما يميون يشتكون من آلام بالمفاصل، خشونة بالركب، أو أي شيء يعني يعرقل يحسون بإرهاق في جسمهم، دائما حتى ننصحهم بزيت الزيتون. يعني إنهم حتى يدخلونه يكون من ضمن عاداتهم اليومية أو أكلهم اليومي، لأنه يساعد على ليونة المفاصل كذلك. ممتاز. ففي بعض الناس بعد تكون من حصوات في الكلى، حتى ممكن يساعد إنه شوية يعني يساعد إنه يتخلصون من هذه الحصوات عن طريق زيت الزيتون. طبعا نحن ما ننسي مثلا دور الأدوية أو دور شرب الماء بعد كذلك لتخلص من الحصوات، بس إضافة زيت الزيتون بشكل يومي
اي كذلك يعني يكون جدا مهم حتى للناس اللي سواء كانوا صغار او كبار او حتى كبار السن، كل الاعمار ننصح انهم يدخلون زيت الزيتون في طعامهم، ممتاز. حتى انه يساعد زيت الزيتون في طرد الديدان معالجة القولون. كذلك صارت الدراسات الحديثة كذلك اثبتت انه يساعد حتى في الامراض، امراض السرطان يعني عفانا الله سبحان الله، انه مثلا في بالذات للسرطان الثدي، فانه يحتوي على مواد كيميائية نباتية، واثبتت الدراسة حتى كانت في عام 2008 انه يعمل على قتل الخلايا السرطانية او يحد من انتشار الخلايا السرطانية. طبعا في زيت الزيتون مثل ما ذكرنا له فوائد عديدة، حتى يستخدم للبشرة انه يقلل من ظهور حب الشباب. في بعض الناس يشعرون بالشبع، كون ان ملعقة طعام تحتوي على تقريبا ملعقة طعام واحدة ما يقارب 119 سعرة حرارية، فيحد يخلي الشخص يشبع. وفي دهون غير مشبعة اللي بالفعل الناس تحتاجها من يومنا، لما يبتعدون عن الزيوت المهدرجة والدهون المشبعة، زيت الزيتون فيه الأوميجا اللي بالفعل يساعد على أنه يصفي الشرايين، يخلص الشرايين من الجلطات أو لا سمح الله من يعني من الكوليسترول، يخفض نسبة الكوليسترول. وعن تجارب مرضى لما يجونا حتى واستمراريتهم زيت الزيتون، نشوف أنه بالفعل نسب الدهون عندهم شوي نوعا ما تحسنت، كانوا ابتعدوا عن المقالي والزيوت الثانية كذلك. فهي من ضمن فوائدها. مضم فوائدة. انزين ذكرت عن موضوع الطبخ، هاي نقطة جدا مهمة. في وايد من الناس تحب مثلا صحيح. تقلي البيض في زيت الزيتون، تقول لك صحي أكثر، فشو الطرق السليمة عشان نطبخ زيت الزيتون؟ وهل كل زيت الزيتون ممكن ينطبخ دكتورة فيه؟ زيت الزيتون يتقلى بالبيض، يعني إذا يصير مثلا، لأن تكون حرارته منخفضة ما تكون عالية، بس نحن عادة نقولها مثلا في طرق الطبخ، مثلا لما نسوي في بعض الناس تستخدمها مثلا في الصالونة، في المكبوس، في الأكلات اللي هي الشعبية حتى واللي ياكلونها طول اليوم، نعم. فيطبخونه بدل زيت اي زيت نباتي. في هذه الحاله تعرض لفتره حراره يعني عاليه، يعني فتره حراره طويله، وتكون درجه حراره جدا عاليه، بس على مستوى الاومليت او هاي عادي نحن نقول مو مشكله، لانه بيكون في مقلاه وشيء بسيط، مخفضين الحراره عليه فتره بسيطه ما تاثر على البيض. ممتاز. بالعكس يكون احسن انهم حتى يستخدمون زيت الزيتون مع الاومليت، يعني يبتعدون عن الزيوت الاخرى، وهذا بيكون صحي لهم. يعني مثلا مرات ممكن نصحهم ان ياخذون الاومليت مع زيت الزيتون، او حتى اشياء بسيطه ممكن يشوحونها مع زيت الزيتون، بس ما بتعرض الحراره درجه يعني حرارته تكون عاليه اعلى عن 200 تقريبا، بهالشكل يخترب. يعني ممكن في بعض الناس كانت تستخدمها في الطبخ، عشان كذا احنا نقول لهم لا تستخدمونه وايد في الطبخ، في القلي، قلي الدجاج مثلا او اي قلي ممكن يتم لفتره طويله، فبهالحاله يخترب او يتاكسد بدل ما يصبح زين حق جسمه يصبح ضار. صح. يعني ممكن ما يستوعبون هالنقطه، بس انه في اشياء بسيطه ممكن استخدامات فيها تكون بنسب يعني خلاص معروفه، انه مثلا على هالحراره على اشياء بسيطه ما تاخذ وقت طويل اثناء الطبخ. ممتاز. عندنا مداخلة من عبد الوهاب، يمكن عنده سؤال عن نفس الموضوع. أخي عبد الوهاب صباحك ورد. السلام عليكم أختي الكريمة. عليكم السلام. اهنين تفضل. أنت دكتورة ندى؟ نعم. مرحبا أختي، صباح الخير. كيف صباحك حالك؟ ورد. هلا أخوي. ونحيي ضيفتك الكريمة، والزيت زيتون حقيقة بركة، يا ريت يعني أهل الشام طبعا متعودين عليه، وأنا كنت في العراق بعد فترة طويلة. نعم. درست وعملت هناك، الزيت زيتون بركة. الزيت زيتون يعني هناك حتى صغيروني يوم يكح يحطون لي خاشوقه صغيروني ويعطونه، يعني يعطونه مثل ما يشربونه دول كحه في شو اسمه هناك. وبعدين حتى يوم الصغيروني مثلا عنده كحه ولا شيء يفركون صدره وظهره. بس انا احب اقول يعني اللي بيستخدم زيت زيتون طبعا لازم يقرا في زيت المتبقي من زيت من بذرة الزيتون، هذا حق القلي وحق الشغلات هاي. فيه زيت زيتون نقي يعني مكتوب عليه إسترا فيرجن. صح. هو إيطالي وفي فرنسي وفي أسباني وفي وايد أشياء، يعني المشتري لازم يدقق على هالموضوع، لأن هذا مهم جدا. أنا أقول حتى اللي يحبون مثلا يحطون دهن الحر يعني أو دهن البدو او الدهن المحلي يعني على العيش وياكلونه ويا المشوي، نعم. يحطون زيت زيتون بدل ما يحطون الزيت،
جميل مفيد. وعفوا حتى اللي عنده امساك ولا عنده اي شيء زيت الزيتون جدا ممتاز، حق الكحه ممتاز، حق البلعوم اذا ناشف وانت تشربين شاي حمر اعطي لك خاشوقه زيت الزيتون، بس اكد ان زيت الزيتون لازم يكون اكسترا فيرجن عصره اولى. وطبعا في شركات وايد، واخواننا الفلسطينيين عندهم مثل يقول اشرب الحيط وانطح الحيط، يعني من القوة اللي يعطيك زي الزيتون. طبعا يعني في فوائد لا تعد ولا تحصى، وما اريد اخذ من وقت البرنامج. شكرا على اتاحة الفرصة. شكرا لمداخلتك اخوي عبد الوهاب، دائما نستأنس بمداخلاتك الجميلة سواء كان في برنامج صحة وسعادة او في برامج الاخرى على نور دبي. شكرا لك اخوي، نهارك سعيد. استاذة نجلة على السريع بس، هالموضوع المهم ايضا هو انواع زيت الزيتون، في اكسترا فيرجن في فيرجن، فشو الفرق بينهم يعني؟ وهل فعلا في بعض ينفع للطبخ وغيره ما ينفع؟ لا مثل ما ذكرنا يعني مثلا الطبخ لفترات طويله او حراره عاليه ممكن شوي تاثر، لكن مثل ما ذكر اخونا عبد الوهاب انه صحيح، يعني ممكن الواحد يدقق انها عصره اولى، انها تكون يعني طريقه تخزينها كذلك جدا مهمه، يعني انها تكون في مكان درجه حراره الغرفه ما يكون مثلا معرض ل مثل مخازن تكون برا معرضه للتهويه للشمس، ما تكون محكمه يعني ما ممكن محكمه الاغطاء فيها، فممكن مفتوحه مسكره ويدخل فيها تدخل فيها بعض الاشياء، يعني حاله ممكن الشخص يستضر يعني، بس من اللون ممكن يميز يعني يعرف انه مثلا كم الفتره اللي ممكن يحتفظ في زيت الزيتون وكيف كان سواء كانت عصره اولى ولا لا، من هو يعني من هالحاله ممكن يعرف. ممتاز. هي لكن مهم جدا ان طريقه تخزينه نحن نقول يعني تم لفتره طويله، لكن طريقه التخزين جدا مهمه كذلك. صحيح. بعد انا بعد حبيت اذكر نقطه ان في ناس تستخدمها لحروق الشمس يعني ممكن ان الناس لما يكونون متعرضين يكونون برا لفترات طويله دوامهم ميداني او طالعين مثلا ضمن مشاوير او شيء ممكن يتعرضون لحروق الشمس، ممكن يستخدمون حتى زيت الزيتون كبلسم وعلاج للبشره. ممتاز. وما ننسى دوره دائما احنا في كل نصايحنا للمرضى او حتى للمراجعين نقول لهم لازم تاخذ زيت الزيتون يعني كمضاد للاكسده، يعني من ضمن مضادات الاكسده اللي تساعد كذلك تخلص على الشوارد الحره اللي في الجسم. جميل. هذا جدا مهم. في بعض المراهقين مثلا يعانون من حب الشباب كذلك او من فرحة الشباب في الحاله والبتور والرؤوس السوداء، فنقول لهم استخدموا حتى زيت الزيتون على البشره. في مثل ما ذكر اخونا عبد الوهاب انه بعد يستخدم لالتهابات الصدر للكحه حتى يكون بشكل خارجي انه ينحط على الصدر يعني او حتى ينشرب الصبح حول الريج، يعني مثلا يكون احسن حقهم انه يساعدهم تخلص من الامساك، يساعد كذلك يعني تخلص من البلغم الموجود في الصدر، فهذا كلها بعد امور مهمه. ممتاز. انا شاكر لك استاذه نجله درويش اخصائيه تغذيه في عيادة الصحه بدبي هالمداخله الجميله عن زيت الزيتون، وان شاء الله يكون المستمعين استفادوا. وشكرا لك حبيبتي، نهارك سعيد. شكرا. تسلمي. شكرا. شكرا. أنا عندي واحدة من ربيعاتي أتمنى تكون تسمع برامج صحة وسعادة على السريع، بقولكم قصتها قبل ما أطلع الفاصل. كانت من النوع اللي تحب الشمس، تقعد على الشمس على البحر عشان تتشمس تاخذ اللون، كانت تحط زيت زيتون، تقول ندى من في الصيف عز الصيف كانت تحط على إيدها وتقعد عشان يعني إيدها تاخذ اللون، فتقول ندى عقب ساعتين أو ثلاث ساعات من القعدة في عز الظهر من الساعة 11 قعدت للساعة 2 روحت البيت الوضع تمام ولونها إيدها صبغت لون تمام ومضبوط. بعد 3-4 ساعات كانت تبتدي الحروق، صار عندها حروق من الدرجة الثانية والثالثة في جلدها بسبب استخدام زيت الزيتون. تقول يعني تقول بما أنه زيت فراح يعطيني لون أسرع. قلت لها أنت انطبخي تحت الشمس، فعلا هي انطبخت يعني بالحرف، هي كانت تنطبخ ببطء تحت الشمس ويمدهن عمرها بزيت الزيتون. فهذه رسالة للناس إن ما نستخدم هالأشياء زيت الزيتون نقول مفيد ونسين الدهن فيه ونقعد على البحر أو نتعرض للشمس، ترى ممكن تصيبكم حروق لأن الزيت يسخن خصوصا لو حطيته بكميات كبيرة. احنا الحين إن شاء الله راح نروح فاصل، بعد الفاصل عندنا موضوع جميل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006. حاليا عندنا مداخلة، منو معانا؟ أنا الدكتورة محمد. محمد يا صباح الورد أخوي محمد، تفضل. صباحكم الله بالخير وعلى المستمعين. دكتورة في نعم. مقترح اليوم ما شاء الله يعني الهيئات الطبية وخاصة دبي عندها أشياء مثلا جديدة وكذلك يعني قد تكون عندها يعني بعض الأمور اللي تشوفها يعني في ممارسات خاطئة أو معلومات إرشادية،
اليوم ليش ما مثلا ما تكون عن طريق الاس ام اس مثلا في حاله ان وجود معلومه مغلوطه او رد على موضوع مثلا اشاعه معينه في النسبه او ان اذا كانت هناك تقنيه جديده بحيث انها توصل بالاس ام اس لاصحاب البطاقات هاي بيشوفها 100% بالاضافه الى الرسائل اللي هي عن طريق الرسائل الصوتيه من الاذاعات الموجوده فاتمنى يعني مثلا اليوم لو وجد فحص او وجد معلومه او رد على معلومه مغلوطه لما توصلني بالاس ام اس قد اني انا اكون قريب مثلا من استخدام هذا المحذور او اني مثلا عندي حاجه انا محتاج انه وجد هذا العلاج في المنطقه في الهيئه فيا ليت الاس ام اس خدمات تفعل بالاضافه يعني الاستفاده من خلال اليوم الرسائل الصوتيه عن طريق الاذاعات الاذاعات الاخرى في حاله مثلا اذا تعديل مفهوم او تصحيح مفهوم او يعني نصيحه طبيه معينه على مدار اليوم وانتم مو مقصرين لكن مجرد انا يعني مقترح يعني. شكرا اخوي ابو محمد. انا اتوقع الفكره مالتك وصلت بس بخصوص استخدام الرسائل النصيه ترى في كثير من الناس حاليا ما تشوف رسائل النصيه واحنا هذه نعاني منها احيانا بعد في العيادات بخصوص المواعيد الناس توصلهم مسجات المواعيد وما ينتبهون. التوعيه اتوقع بخصوص المعلومات الخاطئه او وجود معلومه جديده او غيرها مثل ما انت قلت احنا نتكلم عن صحه وسعاده وسائل التواصل اللي يحتاجه بس انه وبعد ترى مع كميه المعلومات الموجوده في وسائل التواصل خصوصا الحين هي الطريقه الاساسيه لنشر الاشاعات او المعلومات فمع كمية المعلومات أحيانا إحنا ما نلحق نتابع كل شيء فمهم جدا مثلا وأنت طحت على أي معلومة خاطئة في وسائل التواصل تذكر مثلا علاج جديد مفهوم جديد أو أيا كان تواصل مع الحسابات المعتمدة حسابنا في هيئة الصحة بدبي إحنا ننزل فيه بعدين بوست أو نرد عليه أو نسوي نخصص له حلقة في صحة وسعادة هني أو في الفلارات أو في السوشيال ميديا نفسها عشان نرد على هذه الأشياء هو بس لما شاء الله كمية المعلومات تكون ضخمة فأحيانا واحد يحس إنه مو قادر يتابع بس والله فكرة الرسائل ممكن نطرحها على معنيين ان شاء الله ونشوف شو بيكون ردهم وان شاء الله تطبق الفكره مالتك. شكرا لك يا ابو حمد ونهارك سعيد. الحين نروح لفقرتنا التاليه. دشرت هيئه الصحه بدبي طبعا مؤخرا مركز الابتكار الصحي تكلمنا عنه من قبل واللي جاء متوافق في برامجه وحزمه مبادراته واهدافه مع التوجهات العامه للدوله واجنده الابتكار الوطنيه وتطلعات المستقبليه طبعا لمدينه دبي واستراتيجيه الابتكار 2018-2021 التي تتبنى الهيئه تنفيذها تعزيزا لجوده الحياه والوصول الى مستقبل صحه افضل. وتدشين هالمركز يأتي تأسيس عن الخطوات المهمة التي قطعتها هيئة الصحة بدبي خلال السنوات القليلة الماضية على طريق الابتكار. بنتكلم عن هالمركز وش اللي يجري فيه وش اللي يقدمه. بتكون معانا عن طريق الهاتف الأستاذة مي الدوسري مدير مركز الابتكار الصحي في هيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد يا مي. مي مو جاهزة يمكن ما في مشكلة لما تجد إن شاء الله المكالمة. اقتراح الأخ أبو حمد كان بخصوص الموضوع احنا تكلمنا عنه في صحة وسعادة أكثر عن مرة ألا وهي انتشار بعض المعلومات الخاطئة أو المغلوطة أو أنا أسميها أحب أسميها إفتاءات في الطب بخصوص علاج جديد بخصوص دواء جديد مثل الدواء المشهور للألم ما بذكر اسمه لتسكين الألم طلعت عنا كثير من الشائعات والشائعات للأسف حتى تستخدم أسماء الجهات الرسمية اسم وزارة الصحة اسم هيئة الصحة تحطها وتركب الصورة وتقولك والله هذا قالوا عنه مو زين وانسحب من الأسواق والله أو تروج لاستخدام غير صحيح لهذا الدواء. في كثير من الأدوية لها استخدامات محددة طبعا كل دواء الاستخدام محدد لكن في بعض الجهات تروج لاستخدامات غير صحيحة وغير آمنة لهذا الدواء مثل دواء السكر المعروف بعد ما بنذكر لكم اسمه اللي هو اللي الناس تاخذه بعض الأطباء يصفونه للمساعدة في إنقاص الوزن مع أنه مو مخصص لإنقاص الوزن هو دواء يعمل على تضبيط مستوى السكر في الجسم ومن أعراضه أنه يسبب نقص في الوزن ولكن مو مخصص لإنقاص الوزن لكن للأسف في كثير يستخدمونه يوصفونه لإنقاص الوزن وهذا غير مخصص له. الأستاذة مي معانا على
على المكالمة. مي الدوسري، صباح الورد يا مي. صباح النور دكتورة، يا هلا فيك حبيبتي. مي الدوسري هي مدير مركز الابتكار الصحي في عيادة الصحة بدبي. كلمينا أول شيء مي عن إمكانيات مركز الابتكار الصحي لأنشأته هيئة الصحة مؤخرا. شوفي دكتورة، احنا في البداية قبل ما نتكلم عن مركز الابتكار بنتكلم عن استراتيجية الابتكار. نحن يوم أنشأنا استراتيجية الابتكار وأطلقناها، أخذنا بعين الاعتبار كل الاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الوطنية ومعايير جائزة دبي للتميز والتوجهات اللي توصلنا من ناحية الابتكار واستشراف المستقبل، وبناء عليها أسسنا المركز. فالمركز حاليا إطار عمله يشمل كل التوجهات الحكومية من ناحية الابتكار ومن ناحية استشراف المستقبل. عندنا 3D printing، عندنا إمكانيات الشركات اللي تشتغل على التقنيات الخاصة بالأمور الطبية حاليا تتواصل معنا على أساس إنه يشتغلون معنا هني في المركز. عندنا مختبرات الابتكار، وما شاء الله من أول ما افتتح المركز لين اليوم تقريبا 3 ورشات، وفي ورش الأسبوع الجاي إن شاء الله جاية. فيها في توجهات لتبني المبتكرين في الهيئة ومن الجامعات ومن المدارس. ففي هذا يعني كل إطار العمل متوسع، مش بس على مستوى الهيئة، حتى على المستوى الخارجي. ممتاز. الورش اللي تقام في مركز الابتكار شو طبيعتها ومن يحضر هذه الورش؟ نحن أول ما فتحنا المركز سوينا ورشة عن اللي هو كان التحدي اللي حاطينه عن السمنة، وكان يشمل كل الإدارات والقطاعات الداخلية في الهيئة واللجنة الرياضية اللي شغالة عندنا في اللي هي الداخلية. كانوا معانا مجلس دبي الرياضي، بلدية دبي، كانوا معانا هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية، فكلهم يعني مشاركين الجهات حتى الخارجية معانا. ممتاز. مي طبعا مؤخرا كان هناك استراتيجية الابتكار اللي عدتها هيئة الصحة بدبي عشان ترسخ مكانتها محليا ودوليا في مجال الابتكار. كيف هذا المركز بيخدم ترسيخ هالاستراتيجية وهالمكانة؟ نحن عندنا في الاستراتيجية محاور رئيسية، منها ان نحن يعني نخلي هيئة الصحة بيئة داعمة للابتكار، وتحتها حاطين أكثر من مشروع، منها لتعزيز ثقافة الابتكار وغيرها، وعندنا اللي هو تطوير عمليات والإدارات الابتكار عندنا في الهيئة، وهذه طبعا من الأولويات الـ يعني المبادرات اللي هي تعتبر من الأولويات اللي احنا حاليا الحين نشتغل عليها. جميل. عندنا اللي هي الابتكار في خدمات الصحة اللي هم الشركات اللي بتكون شغالة معانا هني في المركز. وعندنا طبعا تعزيز مكانة الهيئة كجهة رائدة في مجال الابتكار، وهذه يعني بدايتها كانت إطلاق المركز، وحاليا يعني وبنبتدي إن شاء الله الأوبريتنج من أول ما تم افتتاحه بدينا الأوبريتنج المركز. ومنها بعد إن نحن نجيب نعتمد المركز في بشهادات يعني اعتماد عالمية، وهذا بعد موجود عندنا. وبعد حاليا شغالين على نظام اللي هو الايديشن مانجمنت سيستم، على اساس نتبنى الافكار اللي بتطلع من هذا المركز، ونتابع حتى نتابع خطه تنفيذ الافكار ونطلع نتائج عليها. ممتاز.
نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله أستاذ مي الدوسري، مدير مركز الابتكار الصحي في حياة الصحة بدبي، وإن شاء الله يكون هذا المركز هو عبارة عن يعني مركز ينبثق من الابتكار من موظفين حياة الصحة بدبي، من مبادرات راح تطلع من الموظفين إن شاء الله. فكل التوفيق لكم إن شاء الله ونهارك سعيد. شكرا لك يا مي. أنا عندي دراسة جدا جميلة إن شاء الله راح خليها إن شاء الله بعد الفاصل، راح أذكر لكم الدراسة، وبعد هذا راح تكون معانا الأستاذة مي رؤوف نائب مدير إدارة التعليم الطبي في الصحة بدبي، راح تكلمنا عن رفع كفاءة العاملين في مركز دبي للتبرع الدم. فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. أنا بذكر لكم الدراسة على السريع، أنها دراسة مهمة. هالدراسة تتكلم أن أثبت علماء المركز الطبي بجامعة لوما ليندا الأمريكية أن اتباع نظام غذائي نباتي له مفعول علاجي لمرضى السكري. أجرى الباحثون في المركز الطبي تجارب استمرت 16 أسبوعا بمشاركة مصابين بالنوع الثاني لمرض السكر، واتضح أن إفراز هرمون الإنسولين ازداد بنسبة عالية عند الذين اتبعوا حمية نباتية. واستنادا إلى هذه النتيجة يقول الباحثون أن النظام النباتي هو الشيء الذي يجب أن يجربه المصاب بالسكري. يرى العلماء أن النظام النباتي يزيد نشاط خلايا بيتا التي تفرز الإنسولين، ويؤثر في زيادة مستوى هرمون إنكارتين المسؤول عن تخفيض الجلوكوز في الجسم. وأكد الباحثون على أن النتائج التي حصلوا عليها تتطابق مع نتائج دراسات أخرى تؤكد قدرة التغذية النباتية على تحسين مقاومة الإنسولين ووظيفة خلايا بيتا. طبعا الحين عالميا هناك توجه عالمي في الغرب الاتجاه للنمط الغذائي النباتي، لكن النباتي ترى هناك نوعين، احنا بالعربي نقول نباتي ولكن بالانجليزي في شيء اسمه فيجيتيريان وشيء اسمه فيجن. الفيجيتيريان ما ياكلون لحوم لكن ياخذون منتجات الحيوانات، يعني ممكن ياكلون بيض، ياكلون الحليب، يتناول الاجبان، فهذيله يكون نظام الغذائي تقريبا صحي. لكن الفيجن اللي هم ما ياخذون ولا شيء من منتجات الحيوانات، هذول دائما حنخاف ان يكون عندهم نقص فيتامين ب، الفيتامين ب يطلع من البروتينات الحيوانيه. رجوع لهالدراسه، لاحظوا ان الدراسه تمت لمده 16 اسبوعا. انا من الاشخاص اللي ايد ان المفروض نتبع نظام غذائي نوعا ما يكون نباتي، معناها ما اتحول تماما انسانه نباتيه، ما اتناول لحوم، لان اللحوم حتى لو هناك مصادر نباتيه للفيتامينات الموجوده في اللحوم او البروتين الموجود في اللحوم، لا يزال جسمنا يحتاج ايضا الى اللحوم. فمثلا ممكن مثلا مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين مثل ما يقولون نريح الجهاز الهضمي، لان دائما اللحوم هضمها اصعب من هضم الخضروات. وبالإضافة إن الخضروات مثل ما أنا أقول دائما تساعد الجهاز الهضمي، تخفف الإمساك، تنظف لنا الجهاز الهضمي. فممكن مرة كل أسبوع أو أسبوعين نخلي هذا اليوم تقريبا يكون نباتي، ناكل بيض وناكل حليب ونشرب لبن وناكل أجبان، لكن ما نتناول اللحوم، نعوضها بالبروتينات النباتية. فعلا تحسون جهازكم الهضمي يكون مرتاح أكثر في هذا اليوم. والدراسة بعد تقول إن النظام الغذائي النباتي يساعد مرضى السكر في تحسين إفراز الأنسولين من خلايا بيتا الموجودة في الـ في الـ في البنكرياس، والهرمون الإنكارتا المسؤول عن تنظيم مستوى الجلوكوز في الجسم. فنعطيها تجربة لمدة محددة ونشوف كيف ممكن يأثر على النظام الغذائي. وصدقوني لما تتجهون النظام الغذائي النباتي فلن تحسوا أنتوا صرتوا أخف، وحتى الدوخة اللي تيكم بعد الأكل أو الواحد يحسوا في نوم أو مو قادر يركز أو الدوخة هذه بعد الأكل تخف مع نظام الغذائي النباتي، لأن الخضروات ما تأخذ هذا القدر من الهضم، بالتالي ما يكون في خلل في توزيع الدم في الجسم. الآن راح أتكلم أنتقل إلى موضوع مهم، هو موضوع مركز دبي لتبرع الدم. طبعا مركز دبي لتبرع الدم بإمكانياته وتجهيزاته وكفاءة القائمين عليه وما يقدمه من خدمات عالية الجودة أصبح ضمن طليعة المراكز الرائدة عالميا، ليس لدوره الطبي وتطبيقه لأعلى المعايير والمواصفات الخاصة بالنقل وتخزين وتوزيع الدم فقط، بل لدوره الإنسان الكبير وجهوده المضنية التي يبذلها من أجل إنقاذ حياة المرضى وأرواح المصابين والحالة الطارئة التي ترد إلى أي من المستشفيات الحكومية كانت أو الخاصة.
إلى جانب ما يمتلكه المركز من تجهيزات عالية المستوى وتطبيقات وبرامج ذكية تحرص الهيئة على رفع مستوى العاملين في المركز، لا سيما المتخصصين منهم في عمليات نقل الدم. في ضوء ذلك يواصل المركز أعمال التدريب والتأهيل وزيادة مهارات كوادره البشرية من خلال الدورات التدريبية المكثفة التي بدأها بالأمس وتستمر اليوم. حول اهتمام الهيئة بتدريب المختصين في مركز دبي لتبرع الدم، يسعدني يكون معنا اليوم الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي لتبرع الدم فهي تصحب دبي. وصباح الورد الدكتورة مي. صباح الورد دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله دكتورة مي، دائما سعيدين بسمع صوتك وتواجدك أكيد معنا في الاستوديو. الله يحفظك، الله يسلمك، شكرا. دكتورة مي، نتكلم أول شيء بالخدمات اللي يقدمها مركز دبي للتبرع بالدم. مركز دبي هو المركز الوحيد للتعامل مع المتبرعين بالدم في إمارة دبي، ويقدم الدم ومكوناته إلى جميع مستشفيات هيئة الصحة في دبي وجميع مستشفيات القطاع الخاص، فهي مسؤولية كبيرة أن يكون مصدر وحيد للدم ومكوناته. وطبعا هذا مثل ما تفضلتي أنه المختبرات عالية التقنية، فيها أجهزة وفحوصات باهظة الثمن تسعى إلى ضمان سلامة نقل الدم. فيفضل عالميا أنه دائما مراكز التبرع بالدم تكون قليلة داخل الدولة للسيطرة على نوعية الدم وسلامته. فإحنا نتعامل مع المتبرعين، نسحب منهم دم، والحمد لله كل المتبرعين الموجودين عندهم متبرعين طوعيين، وهذا طبعا يضيف إلى سلامة نقل الدم. هذا بالإضافة لأنه دورنا بعد أن نأخذ الدم ويذهب إلى مختبراتنا ويتم تصنيع مصنع كامل لإنتاج الدم ومكوناته، يتم صرفه إلى مستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص حتى يكون موجود وجاهز في المستشفيات حال احتياج المرضى له. ممتاز. دكتورة مي، نخبر المستمعين عن الاعتمادات والإمكانيات الضخمة الموجودة في مركز دبي للتبرع بالدم. نعم، طبعا مركز دبي للتبرع بالدم هو أول مركز في دولة الإمارات يتم اعتماده من جمعية بنوك الدم العالمية اللي هي الأمريكان أسوسيشن أوف بلاد بانك، وهي معروفة عالميا بصرامة معاييرها وهي الأعلى في الجودة، معتمد من عام 2012 وكل سنتين يتم اعتماده. الحمد لله تم اعتمادنا للمرة الرابعة في عام 2000 في نوفمبر عام 2018، وهذا طبعا يؤكد على الاعتماد الدولي يضمن سلامة المتبرع وسلامة متلقي الدم، يعني من الوريد إلى الوريد، من وريد المتبرع كل الإجراءات فيها معايير عالمية نتبعها. فالحمد لله عندنا الاعتماد الدولي، هذا بالإضافة لأنه كل العينات يتم مسجل للمركز مع جمعية الباثولوجيين الأمريكية لضمان دقة الفحوصات. فإحنا شهريا نستلم عينات من كلية الباثولوجيين الأمريكية اللي هي الكاب، وحتى مثل يكون تأكيد لأن الفحوصات اللي احنا نستخدمها تعطي نتائج صحيحة ودقيقة. هذا بالإضافة لأنه في شهر العاشر في 2018 تم اعتماد المركز كعضو في جمعية بنوك الدم العالمية والتي مقرها أمستردام، وهذا طبعا أول مركز في المنطقة يدخل في عضوية جمعية بنوك الدم العالمية. العضوية طبعا اتيح لجميع العاملين الموجودين في المركز من الاستفادة من المواد التثقيفية والويب سايت الشبكة المعلومات اللي موجودة في أوروبا، نقدر نسأل الخبراء إذا عندنا أي مشكلة أو عندنا أي سؤال. والشيء الحلو المميز في هذه العضوية أنه جميع العاملين من الكوادر الفنية والأطباء يقدرون يدخلون عندهم أكسس، يقرون المعلومات الجديدة المبتكرات الجديدة آخر أوراق علمية حول نقل الدم، وإذا عندهم أي سؤال يقدرون يسألون، وإذا يريدون يشوفون فيديوهات تعليمية وتثقيفية يقدرون يحصلون عليها. حتى المؤتمرات العالمية اللي ما يحضروها يقدرون يحضروها كلها على شكل فيديو عن طريق هذه الويب سايت. فهذا طبعا يدعم تدريب وتأهيل العاملين وفقا لأفضل الممارسات العالمية. ممتاز. دكتورة مي، خبرينا عن تنمية مهارات العاملين في المركز. شو أهمية تنمية المهارات العاملين في المركز، وشو الخطط مالتكم وشو الورش اللي تعطونهم إياها؟
احنا طبعا اكيد ضد نقل الدم مثل باقي العلوم في تطور مستمر وفي تغييرات كبيرة، فيجب على العاملين أن يواكبون التطورات واللي تصير عالميا، فمن خلال التعليم والتدريب المستمر نقدر طبعا نحقق هذا الهدف أنه نكون في مصف الدول الأكثر تطورا بالعالم، ودائما نكون updated ومعلوماتنا حديثة. احنا اللي قاعدين نسويه طبعا مش بس خطة المركز، لأنه مثل ما تعرفين دكتورة وحب طبعا الجمهور هم نقول لهم أنه نقل الدم هو سلسلة من العمليات، تبدأ في دم المتبرع بالدم واختيار الصحيح للمتبرع بالدم، وبعدين كيف احنا نصنع منه الدم ما نستخدمه كما هو، يروح للمختبرات ونطلع منه مكونات، فكريات الدم الحمراء تنسحب حتى تعالج مرضى فقر الدم، الصفائح الدموية نطلعها حتى نعالج مرضى اللي عندهم نزيف، بلازما الدم إلها تستخرج أولسا وممكن تستخدم لعلاج مثلا الحروق أو الأشخاص فاقدين السوائل، وهذا كله بعدين يطلع منتوج عالي جودة وبسلامة وأمان إلى المستشفيات. بس بعد هذا في بعد إجراءات ثانية، كيف يحفظ الدم في بنوك الدم داخل المستشفيات، وإحنا مركزين في هذه السنة على التمريض لأن الممرضات هم الكوادر الفنية الموجودة في المستشفيات وهي اللي تكون في تماس مع المريض. فإحنا البارحة بدينا ورشة عمل وهي الأولى من نوعها في المنطقة، اللي الغاية منها تدريب الكادر التمريضي على الأسس العمل الجيدة في نقل الدم. فإحنا اختارينا من كل مستشفيات هيئة الصحة ممرضات ومن مركز الثلاسيميا كذلك لحن أهل 45 ممرضة اللي هم يدربون باقي الممرضات. فعملنا ورشة عمل، وهذه ورشة العمل مش بس محاضرات وتلقى، بس العدد حرصنا أن يكون قليل حتى نقدر نكون face to face، يعني كل مجموعة ندربهم ونناقشهم وامتحناهم حتى نشوف معلوماتهم قبل الورشة ونقارنها بمعلوماتهم بعد الورشة، لأن الممرضات هم الأشخاص اللي يكونون موجودين، هم اللي ينقلون الدم. ما أعرف إذا سمعتوا ولا لا، قبل أقل من أسبوع نشرت أكثر الجرائد والصحف المحلية وحتى على الويب سايت وفاة مريضة في أمريكا بسبب نقل دم خاطئ لها، هي في صنف دمها كان بي وتم نقل لها صنف أي. ففي كل مكان في ممكن يصير أخطاء بشرية، بس لكن التدريب والتأهيل المستمر هو اللي يساعد إنه إحنا نكون في تواصل مع الكادر التمريض، نعلمهم على أفضل الأسس ولنمنع الأخطاء البشرية ونساهم في سلامة المريض متلقي الدم. فنقل الدم هو سلسلة طويلة بها عدة شركاء، فيها التمريض، فيها الأطباء بجهة المستشفى، فيها مختبر اللي موجود في المستشفى اللي يعمل فحص التطابق، وفي طبعا مركز التبرع بالدم اللي هو يسحب الدم من المتبرع وينطي الدم للمستشفيات. فهيئة الصحة ضمن استراتيجيتها تهدف إلى تدريب الكوادر وتأهيلهم تأهيل صحيح، وهذه الورشة تجي تماشيا مع استراتيجية هيئة الصحة. والحمد لله يعني الفيدباك اللي اجى من الممرضات المشاركين جيد جدا، وان شاء الله راح نستمر بعد باجراءات ثانيه. وطبعا احنا في هيئه الصحه الحمد لله من خلال سلامه اللي هو نظام الكتروني حديث موجود في المستشفيات، تم اضافه كثير من اجراءات السلامه اللي تمنع حدوث الأخطاء جهة المريض. فطبعا نوجه تحية لكل العاملين بالمستشفيات من الكادر الطبي والتمريض وتقنية المعلومات، أنه وفرت مثل هذه التقنيات لمنع مثلا حدوث مثلا نقل دم خاطئ إلى مريض. فالحمد لله يعني إن شاء الله بنستمر، لح يكون في عندنا ورش عمل ثانية ينظمها المركز مع الأطباء في جميع المستشفيات لتوعيتهم حول أهم المضاعفات اللي ممكن تحدث من نقل الدم، لأن هذا الطب نقل الدم في تقدم وفي تطور مستمر، فلازم احنا نواكب التطور
ونكون كلنا نعمل كجهة واحدة، حتى لو كنا في مستشفيات مختلفة ومراكز مختلفة وإدارات تابعين لإدارات مختلفة. صحيح. دكتورة مي، صراحة الحادثة ذكرتيها حادثة مؤسفة طبعا، أن خطأ طبي نقل فئة مختلفة، فئة دم مختلفة للمريض. شو ممكن يكون أسباب مثل هذا الخطأ، وشو الاحتياطات اللي ممكن، يعني غير التدريب الموظفين، ممكن يسوي الاحتياطات مثل ما قلتي في سلامة لمنع مثل هالأخطاء؟ نعم، هو طبعا مثل ما تعرفون انه كل مريض يدخل في عنده رسبان، في عنده هذا الشريط اللي يحطوه على ايده اللي اسمه وفي رقم الهوسبيتال نمبر، رقم البطاقه الصحيه او الملف الصحي. نعم نعم. فطبعا دائما من تحدث مثل هيك اخطاء هي بسبب انه سوء تعريفهم للمريض، يعني نقول مس ايدنتيفيكيشن، انه بدل مثلا مرات تتشابه الاسماء، مثلا اثنين اسمهم مثلا محمد عبد الله فور اكزامبل، فمثلا الانظمه تقول لازم ثلاث اسماء ولازم تاريخ الولاده ولازم رقم الملف الطبي الصحي او الملف الصحي حتى تتعرفين على المريض. فسبب هو طبعا اللي الحادثه اللي صارت هو انه ما شيكت الممرضه لثلاث اسماء، كان في شخصين عندهم نفس الاسم الاول والثاني، واثنينهم طالبينهم دم، فتم نقل الدم للمريض بالخطا بدون ان تتبع الاجراءات. طبعا سالتيني على مثلا سلامه، في سلامه حاليا والباحه كان عندنا وحده من المحاضرات اللي القتها من سلامه احدى الممرضات، تبين شلون انه يذكرك النظام، يعني لازم مثلا كيس الدم في عليه باركود ملصق. نعم. هذا الملصق النظام لازم تسوي له سكان، وبعدين تسوي سكان للريست باند اللي هو الشريط الموجود على ايد المريض، والنظام يقول لك انه مطابق ولا لا، يعني ايه هذا الكيس لهذا المريض. فهذا طبعا يضيف من سلامة نقل الدم، ويضيف من سلامة الإجراءات الثانية. ففي النظام الإلكتروني عدة مميزات اللي تساعد الممرضة أو الكادر الطبي أنه يتعرف على المريض ويربط كيس الدم بالمريض عن طريق الباركود. القارئ هو في قارئ إلكتروني للكود، فيربط المريض مع كيس الدم. وهذا طبعا إجراء جدا ممتاز. وفي عندنا طبعا اليوم احنا من الورشة لح ننهيها اليوم إن شاء الله الظهر، طلعنا بكثير مقترحات لح نرفعها للإدارة العليا عندنا في هيئة الصحة، حتى بعد نضيف سلامة نقل الدم نضيف لها أشياء كثيرة تحتاج تعاون من كادر الأطباء والفنيين في المستشفيات مع بنك الدم. فإن شاء الله إحنا حنتواصل إن شاء الله، ونستمر إن شاء الله في ورش أخرى حتى نكمل السلسلة كاملة، مش بس يعني نقتصر على تأهيل موظفين في بنك الدم، بس نحتاج إنه نمدها إلى أن نوصل إلى المريض. ممتاز. أنا شاكر لك دكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي لتبرع الدم، فهي تصاحب دبي هالمداخلة الجميلة، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وللعاملين في المركز، ويعطيكم ألف عافية على جهودكم. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا الله. مع السلامة. وصلنا احنا اليوم إلى نهاية برنامج صحة وسعادة. شكرا لك عيسى سبيل يوم كان معي في الإخراج، وأم خليفة ميرا الغفلي كانت معايا في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله كنت ضيفة خفيفة عليكم على الهواء خلال هذه الساعة، وإن شاء الله إن ألقاكم بالحياة الأسبوع الجاي. نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.